باللغة العربية أم باللغة الفرنسية أم باتفاق أم بينهما معا؟ فليتفضل. مشكور. السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. اللغات العربية والفرنسية إن شاء الله عرب الله اليهودية معليش نهضروا بالترجمة. في الحقيقة ما كنتش ننتظرنا الكيت بخلاص هذه هي قصدي. يعني صبوني مشاكل هكا مشاكل في الدنيا وبعد البحث ليا هذيك قلت واش ندير هنا؟ إيه لازمك جافي لا ما لا تير جافي تو سيفو سيفي دو بروندر سيفو. يعني هذا الكتابة جات بصدفة هكاك يعني في الحقيقة ما زلتش باش نعود كاتب. جو سوي بوكو بليس ميوزيسيان داكور ارتيست بصح الكتابة هذي ما كانش في الطريق. Et tout d'un coup, j'ai réussi avec une livre en France. Alors, le plus gros roman célèbre en France, c'est Marie la Bisphénite. Puis, de l'art, quand j'ai fait un peu tard, c'est. Et des livres m'ont apprécié, donc je vois le coup. Très continué. Vous êtes le deuxième, vous êtes chez Naché et Jétu, vous êtes les sept nouvelles. Donc, on y a apprécié à l'étranger. Malheureusement, là, c'est le contraire. يعني شجعوني كيف صرت على ميزان ديرين وطلبوا مني طلبوا مني عشان كويس ولا توش دي لهاس بس كي صار ديكوفير حاجة هما يشيرش لي زيماج نتاعنا بس كحنا اون اكسبلوات لا لام دون نو زيماج يعني هنا ريشيرش داك دا مارك فرونسيز حاجة على الصاور نتاعنا على الشمس هذه المنارة هذا في يلقاهم في الكتابة نتاعك وعندي شوية فلسفة ثاني معروف في ديسكرا من ضمن مراد راك مراد خليل هنا كانت مريضة بسكريت والاكسيسي تعطيني انطباع شوية ومش حسيت خطرة الناس المواطن يقول لي مش ناقصني هنا مش انا اللي نقول يعني الكومنتير سو في فرع ليكتور مش انا اللي نقول ندير سيما هكا سيما راه 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 والله هيك راه تفضل سيما راه مادام الكاتب راه معس ولا مشكلة C'est un écrivain honnête. Il boule où je suis bien. Ou le coup de qu'il essaie de lire la fille qui est mais il boule à la fin même. Mais il a qu'un club que je suis habitué. ويتكلم على بسكرة ويتكلم كإنسان اللي عاش أشياء اللي عشناها كلها كي تقرأ الكتاب نتاعو تعود تحس في روحك تي هذي عشتها هنايا عشت هنايا الكتاب نتاعو تعيشو هذاك الكتاب هذاك تعيشو مالا أنا واش نجم ندير راح نصبك عليه والله أنا مفرح والله مفرح حكا مدام اسمه معلم متقاعد فهمت وحياتنا كامل احنا في الثقافة والله مصبور نشوف هكا يكتبوا ونشوف اللي إن شاء الله الثقافة ما زالت حية في هالبلاد والله العظيم ونشكر بدون مجاملة سي صالح الجودي يخدم في خدمة جبارة لأنه موجود في الكتابة ولكن شفته حتى في اسمه لا بينتور شفته في أشياء وراه وكان ما كانش إعانة من طرف رئيس البلدية اللي هو راه معلم لا ننسى هذا والمعلم راه مثقف وهذا هو الشيء اللي يخلي لا بك قاعدة هذه نقول كلمة المواطن اللي قراها الكتاب وكي نشكر روحي أنا كاين كلمة للمواطن كاين كلمة للمواطن كاين كلمة شهد أنا كي نشكر روحي ما تجوز بس هو يحكي لي ملاحظة بمجرد أن الشخص يمسك القلم ويكتب هذا يعني كافي أنه يكون سابق لأن في هذا العصر بمجرد أنك تبدأ تكتب وتكتب من المعاناة وتكتب بأي لغة لأنها لغة الإنسان ومن آيات اختلاف ألسنتكم
هذه لغة الإنسان، ليست لغة أي شخص آخر، تتحدث هنا بلغة إنسانية. المهم كما قال سي مراد خليل، الشخص عندما يقرأ كتاب يحس أنه أمام مرآة، أنه يقرأه لنفسه ويقول أه شوف كل ما كسر الكتاب كل ما كنت لن يلقاها الفكرة هذه وتحسده على أنه قد وجدها. كان يقول دركا يقراوا ماريلا ديسكريت الطابلة سيبا تلقرتي قال لي وعلاه حسي بخير ما خليتنيش نرقد خمس أيام وهو ما خليتوش يرقد بس يقول لي لاسويت بيا ميسيت فلويتي بروشينمون لا فيسا لا تكنيك دي رومون. حنا قرينا لا تكنيك دي رومون اون 1970 كي كنا في لاسيتي كورتونتي مالوريزمون درك في الدكتوراه ما يقراش لا تكنيك دي رومون. دونك حنا الجيل كنا مسلمين بزاف حوايج يعني لا تكنيك دي رومون بونس بدات تبدل ماتيريال بصح إن ريشيت ني جامي بارادا سي تي سيانس يعني لا فلويتي دي رومون سي تي سيانس سي تي سيانس. وشاتي لي مواطن اخر يدخل شويه يقرا ولا ماري لا ديسكيت يدخل شويه ربما ما قلتش حوايج نسيت ما كمل لي شويه اشكون هو اللي حب ما بون الور وي اشوف Bon, là on parle si tu veux de la nouvelle, parce que moi j'ai pensé que c'était une très bonne nouvelle. Bon, maintenant je vais rentrer dans l'explication parce que c'est une nouvelle. Alors une nouvelle doit être un peu bizarre, doit être belle, doit être comme son nom l'indique, elle est nouvelle. C'est une nouveauté que personne n'a entendue. Donc est-ce pas la nouvelle qui tape le pittoresque, c'est un zézel comme un test. Non seulement c'est une nouvelle, il y a beaucoup d'humour dedans. Après le pittoresque, vous allez voir, il y a de la philosophie, qui est de l'humour, qui est de l'humanisme, qui est de la tolérance. Il y a des gens qui sont morales, là, qui est prête à aller à l'esprit, qui est un métier, mais le coup, sans compter d'autres termes qui surnagent dans mes livres, le coup. Donc, j'écris simplement des mots très très simples, mais je sais, n'arrêtez que le jour d'aller, pour faciliter la lecture, pour aborder. يعني الليفل سواء أبوظافت يعني أن يبقى سكيل نيفو أن يسيار وده تبين يفهمني ضمن المعروفة عندنا جنوب الوقع المور سيونتيفيك المور سيونتيفيك جنوب الوقع هو أنتو فتسالي بس أحكي لا لتراتيب جنبار سبب ما Sont des fautes de grammaire, peut-être des fautes de grammaire d'inattention, ce qu'on appelle des fautes d'édition. Normalement, l'éditeur, il chauffe la S ou la G ou la T, il me brûle. Il écrit la 462 pages. Vous imaginez ce que c'est à l'écran pour visionner les 462 pages, il faut le faire. Et malheureusement, dans ma réalisatrice, comme dans d'autres livres, l'éditeur, il veut me soutirer de l'argent. Donc, cette technique, elle est. فيه أيضا عيون فيها فيه ضعف فيه يرجع يكمل كلمة. وكذلك الأستاذ حسين قدم لنا إبداعا فيه معاناة، هذا معاناة عقلي وهذا معاناة وجداني، فاحترام لهذه المعاناة أنني ندعو الأشخاص الذين يريدون أن يستغلوا هذه الجلسة الطيبة تعبير عن شعورهم تجاه الكتاب أو لشهادتهم أو الاستفتاء هي لحظة نريد أن نستمع فيها إلى أصدقاء الكتاب. المجال الآن مفتوح أمام الجميع. تفضل يا سعد الحمد. كل واحد وعنده جماعة. ثم الجعدة كل من فيها ليك من ثم. ثم اللي تعرف.
أنت مؤلف دفتر. والله ما مشتي البروتوكول. وين الرئيس والله؟ الرئيس. نحن نفتخر بالفلوس دي. قال لهم من الشيش القابل تالي بروتوكولات هذا في الرئيس. هذا المعرف الذين يصعدون من يصعدون يعرفوا بأنفسهم أن هذا أخويا كل عارف يكون عارف يفوق. فهذا يصعد يعرف بسم الله مفتاح كل إيمان والصلاة والسلام على النبي والآل السادة المسؤولين السادة الكتباء والكتاب وإدارات التعليم والثقافة أنا سعيد جدا بهذه النخبة هذا الوجود النخبوي لأن الثقافة حقيقة هو نخبوية ليست جماهيرية أشكر المسؤولين الذين جمعونا وأشكر المثقفين الذين أبدعوا وجعلنا نعيش هذا العرس الثقافي البشري الجزائري بأبعاده التاريخية والسياسية والثقافية. فقد أريد أن أوضح نظرة